بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب السابع من الكتاب السابع عشر، كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه. وهذا نوع من أنواع النكاح في الجاهلية. كانت في أنواع أنكحة في الجاهلية باطلة، وأنواع منها صحيحة، فالنوع الصحيح منه أقره الشرع، وهو الذي يكون بولي وشهود وإجاب وقبول صيغ ومكر. ده نوع من إيه؟ من الأنكحة، موجود من لدن أبينا آدم. وبعد كده البشرية بضلالهم ابتدوا يدخلوا علاقات أخرى بين الرجل والمرأة وسموها أنكحة، وهي باطلة. منها هذا النوع اللي هو الشغار. وقلنا إن كان في نوع تاني كان موجودا والنبي نهى عنه، اللي هو نكاح المتعة، تكلمنا عليه برضو، ده كان باطل، كان جائزا ثم أبطله النبي، لأنه ليس فيه استقرار الأسرة وتكوين ولا معنى الأسرة، في معنى بس ايه؟ الشهوة البهيمية فقط. والمفروض ان الانسان يرتقي بالزواج عن ذلك، تبقى الشهوة دي جزء من ايه؟ من الزواج، وليست هي مقصوده الاهم، بل المقصود الاهم من الزواج هو انشاء الاسرة وتربية الاولاد واستقرار النفس. فهذا غير موجود في ايه؟ نكاح المتعة، فنهى عنه الاسلام. ثم نوع تاني وهو نكاح الشغار، وهو أن يسقط الولي مهر وليته مقابل أن يزوجه الولي الآخر وليته، يبقى مهر دي مقابل مهر دي. يعني أنا مثلا ولي على ابنتي مثلا أو أختي، فأقول للآخر زوجني أختك على أن أزوجك ابنتي بلا مهر بيننا، يعني دي مقابل دي، فاهم؟ يبقى هنا اسقط المهر، والمهر حق الزوجه، فاستفاد به مين؟ الولي، فبطل العقد، فاهم؟ فهذا العقد يكون باطلا عند الشافعي. عند الشافعي يقول لك ده عقد باطل. وعند الاحناف يصح العقد ويثبت مهر المثل. عند الاحناف يصح العقد ويثبت مهر المثل، يوم يجي القاضي يلزمه بدفع مهر المثل، فهمت ازاي؟ ويصح له ده. مين؟ عند الاحناف. وعند المالكيه يصح بمهر المثل بعد الدخول ويفسخ قبل الدخول. يبقى المالكيه زي الشافعيه قبل الدخول، وزي الاحناف بعد الدخول، فهمت؟ في الشغار. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 30 بعد 503,000، قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. يبقى والشغار الواو دي عطف تفسير، وهو مدرج من الراوي، كأن الراوي بيفسر لك يعني ايه الشغار. يعني التعريف الشغار ده مش كلام النبي، ده كلام الراوي بيفسر، ويسموا الواو هنا عطف تفسير. لكن الحديث خلاص نهى النبي عن الشغار، بس خلاص خلص الحديث،
يقوم يقول لك والشغار كذا وكذا، يبقى العطف ده عطف تفسير من الراوي يسموه مدرج، يعني أدرج كلامه وسط كلام النبي، يسموه إيه مدرج، يعني أدخله في وسط كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أن في حديث عبيد الله قال قلت لنافع ما الشغار. شوف الرواية دي عرفنا مين اللي أدرج، نافع، يبقى اللي أدرج اللي عرف الشغار مين، نافع، عرفناها منين؟ من الرواية التانية. احنا قلنا في الاول ده عطف تفسير من احد الرواة، مش كده برضو؟ طب اني راوي؟ عرفنا من الرواية التانية ان الراوي اللي هو نافع مولى عبد الله بن عمر هو اللي عرف الشغار. وعن ابي قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا حماد بن زيد عن عبد الرحمن السراج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. وعن أبي قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا شغار في الإسلام، يعني لا شغار جائز في الإسلام، يعني في دين الإسلام في شريعة الإسلام. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشغار. زاد ابن نمير والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك أو وأزوجك ابنتي أو زوجني أختك وأزوجك أختي، يعني دي مقابل دي. طب وفين المهر والصداق؟ مفيش، فاهم؟ يبقى كده حرام، لأنه في تضييع حقوق وفي المعاملة مع المرأة بطريقة غير كريمة كأنها سلعة، يعني في كمان احتقار للمرأة، والمرأة ربنا سبحانه وتعالى كرمها، فأي تصرف في احتقار للمرأة يحرم، لأن لولاها ما جئت للدنيا. لو ابونا ادم فضل ادم لوحده كده ومعهوش حواء كنت جيت انت؟ يبقى ستنا حواء دي مهمه جدا، وكل حواء بعد ذلك لولاها لانتهت البشريه وما ظهر النبي ولا انواره، فاهم؟ يعني لولا وجود النساء يلدن كانت ولد النبي ونزلت هذه الانوار وظهرت، فاهم؟ فالنساء مهمه، وعلشان كده وربنا بيجعلها آية من آيات الله. ده في وسط آيات الطلاق بتقول، بيقول إيه؟ ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا. آيات الله اللي هو الزوجات جعلها آية من آيات الله، ولا تتخذوا آيات الله هزوا. آيات الله في الآية دي بمعنى الزوجات. طب والزوج بالنسبة للمرأة برضو آية من آيات الله، يعني الزوج بالنسبة لامرأته، المرأة بالنسبة لها زوجها بالنسبة لها آية من آيات الله، لابد أن توقره وتعظمه وتحترمه. طب والمرأة الزوجة بالنسبة لزوجها برضو يراها أنها آية من آيات الله، يحترمها ويقوم على رعايتها ولا يحتقرها، والنبي كان يجل النعمة وإن دقت، فما بالك ونعمة الزوجة نعمة جليلة وليست دقيقة. ده النبي كان يجل النعمة وإن دقت ولو صغرت، فهمت إزاي؟ وعشان كده ربنا بيقول إيه من آياته، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه، فجعل التزاوج ده آية من آيات الله. فيبقى الشغار فيه نوع احتقار بالمرأة واعتبار أنها سلعة تبادلية كده، هذا لا يليق بكرامة المرأة ولا بكرامة الإنسان مطلقا المكرم، فهمت؟ وفيه أيضا ضياع لحقها وهو المهر، لأنه من حقها، يعني في احتقار لها وضياع لحقها. شوف قد إيه وجهين من الأوجه، سببين للتحريم.
وعن أبي قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا عبدة عن عبيد الله وهو ابن عمر بهذا الإسناد ولم يذكر زيادة ابن نمير. وعن أبي قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج حاء قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع عن عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. باب الوفاء بالشروط في النكاح. وده برضو محل خلاف بين الفقهاء في تعريف الشرط اللي يوفى بالنكاح. الشافعية قالوا ومن وافقهم أن كل شرط في عقد النكاح يخل بمقتضيات العقد باطل لا يجب الوفاء به. يعني زي ايه؟ يعقد عليها ويشترط عليه الولي او هي تشترط عليه الا يقربها، يعني الا يستمتع بها. طب ما ده يخل بمقتضيات العقد، يبقى ده عقد باطل ويصح العقد. يصح العقد ويبطل الشرط. فهمت ازاي؟ لا، يصح العقد ويبطل الشرط. اشترطت مثلا او اشترط هو عليها عند العقد الا ينفق عليها، طب من مقتضيات العقد ان ينفق عليها، فهو اشترط عليها قال انا اتجوزك وموافق واسيب شرط مش هنفق عليك، موافقه؟ قالت له موافقه. لا يجب الوفاء به بل ياثم، يجب إذا تم العقد أن ينفق عليه ويلغى الشرط لأنه خلافي ما يقتضيه العقد. فهم؟ يبقى كل شرط في العقد لا يجيزه الشرع يحرم الوفاء به ويصح العقد، وكل شرط يجيزه الشرع يجب الوفاء به. اشترطت عليه أن يعاشرها معاشرة بالمعروف، يجب الوفاء به لأنه الشرع طالب كده، قالوا عاشرهن بالمعروف. فهم؟ طب شرطت عليه الا يتزوج عليها، شرطت عليه الا يتزوج وهو حق الشرع. خلاف بعض الاوجه في الشافعيه يقول لك له ان يفعل ذلك خصوصا لو كانت شريفه النسب. ليه؟ لان اولاد ستنا فاطمه تاخد حكمه ايه؟ امهم. لان سيدنا رسول الله لم يجيز لعلي بن ابي طالب ان يتزوج على ابنته، قال إن أردت أن تتزوج فطلقها، ابنتي لا يتزوج عليها أحد. عارفين أنتوا الحكاية دي؟ فبعض فقهاء الشافعية وأنا معهم في هذه المسألة أنها إن كانت شريفة النسب فهي من إيه؟ من أبناء أمنا فاطمة، فلا يتزوج عليها. فإن شرطت عليها لا يتزوج عليها له أن يوفي، وإلا يتركها ويتجوز واحدة غير شريفة، يعني غير شريفة يعني غير منسبة. فهمت ازاي؟ ده المعنى. لو هو ناوي يتجوز اكتر من واحده يبعد عن الاشراف، يتجوز براحته. في بعض العلماء قال لك لا، ده كان خاص بستنا فاطمه بس، انما ابناء بناتها لا، بناتها لا، بدليل ان كثير من الصحابه تزوجوا شريفات وكانوا يتزوجن عليهن، فعل الصحابه. فهمت بقى المساله؟ طيب الحنابلة قالوا يوفي بكل شرط سواء كان يجيزه الشرع أو لا يجيزه، لو كان من مقتضيات العرش ولا العقد ولا لا. لو شرطت عليه مش هسافر معاك، أتزوجك بس بشرط، أتزوجك في القاهرة في المقطم، هتسيب المقطم مش هتنقل معاك، أقعد أنا في المقطم أستناك. فهمت ازاي؟ طب نقل راح مصر الجديدة، راح حلوان، سافر وجاله عقد عمل في أي بلد، يسيبها؟ هي شرطة كده. الشافعي يقول لك لا، تروح معاه، ما يوفيش بالشرط، تروح معاه. والحنابلة يقول لك لا، ما ياخدهاش معاه. مش أنت وافقت؟ سيب. فلو قاضي حنبلي هيوقف مع الزوج، ولو قاضي شافعي هيوقف مع الزوج، يقول له خدها. فهمت وجهة نظر؟ لأن ده شرط في جانب المباح،
لأن يباح لها أن تسافر معه ويباح لها أن لا تسافر معه، فده بجانب المباح. فلما جاء الشرط جعله المؤمنون عند شروطه، مش كده برضو؟ فجعله له وضع معين. فالحنابلة راعوا الشرط، والشافعية قالوا ده يخل بمقتضيات العقد، لأن الزواج عقد الزواج معناه البيتوتة، أن تكون معه في بيته، فده هيخل بمقتضيات العقد. فازاي تقعد هي في حته وهو يقعد في بيت تاني؟ فهمت ازاي؟ وبالتالي يبقى لا يوفي بهذا الشرط. فهمت بقى المساله؟ يعني لما يجي حاكم المسلمين الان القاضي قانون، يعني الوقت القانون هو اللي اسمه الحاكم، لان الحاكم بيعمل قانون والقانون يتنفذ، فالقانون اسمه الحاكم الوقت. فيجي القانون يقول زي في مصر حديثا ان اذا اراد الرجل ان يتزوج على زوجته لابد ان يعلمها، والا يبقى العقد لا يصح عند الحكومه قضاء، ما ينفعش، لازم يعلم الزوجه الاولى. فده تقييد لحريه الزوج في التعدد، صحيح او تقييد، لكنه شرط، فللحاكم ان يشترطه. وفي الحاله دي يبقى ايه؟ نخرج من الخلاف. اذا الحاكم اختار احد الاختيارات الفقهية يبقى يرفع الخلاف، ويبقى يلزمنا ان ننفذ. مش نقول ما هو الشرع يجيز يا اخي، اما اروح بقى اتجوز واحدة من وراء الحكام من وراء القانون، يعني تبقى تأثم شرعا وتأثم قضاء، ولكن ليس زنا، لكن تأثم شرعا لان وجب عليك ان تطيع الحاكم لانه بينظم حياة الناس. وجد ان الناس بحرية بالحرية التي كفلها الشرع لهم في تعدد الزوجات لم يقوموا بحق هذا التعدد، فانبنت عليه مفاسد، وبقت أسر لا تجد لها عائل، وأطفال تعيش في الشوارع. فهمت ازاي؟ فالحاكم أراد أن ينظم للناس حياته، فلا تتزوج على زوجتك زوجة أخرى إلا بإذن الأولى حتى تعلم. فده هيضيق على الرجال إن هم يعددوا الزواج، لأن نادرا الزوجة الأولى هتوافق. فهمت؟ فده يؤدي إلى تضييق تعدد الزوجات، وتضييق تعدد الزوجات بسبب سوء استخدام هذا الحق الشرعي. بإيه؟ بإنه يميل لواحدة ويترك الأخرى ويظلم. فهمت بقى المسألة؟ يبقى لما يجي الحاكم والقانون يقيد حرية في الشرع، عليك أن تتقيد بقيد الحاكم. لسه احنا قرينا ويا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، لان اولي الامر لابد انه يراعي مصلحه الناس. انا شايف ان الناس استخدموا بعض حقوقهم الشرعيه بطريقه خطا، انبنى عليها بعض الاخطاء والتجاوزات، يوم يجي الحاكم يعمل قوانين ينظم هذا الحق. فهمت ازاي؟ لا باس. مش يجي لك بقى واد غبي يقول لك شوف بيقيدوا تعدد الزوجات، بيحرموا ما احل الله، كفار، ويروح ايه؟ يفجر نفسه قدامهم عشان يقتلهم، يبقى ده جاهل. فهمت ازاي؟ يبقى ده جاهل، مش فاهم. اذا كانوا السلفيه اللي بيقولوا على نفسهم حنابله، الامام احمد بن حنبل امامهم قال لهم يجوز ان هو يوفي، يجب عليه الوفاء بالشرط مطلقا، اي شرط مطلق، سواء يقر الشرع ولا يقر الشرع، لان شروط المؤمنون عند شروطين مطلقا. ده الحنابلة قالوا كده، والشافعية قالوا لا، الشروط التي يجيزها الشرع بس. فهمت بقى المسألة؟ باب الوفاء بالشروط في النكاح. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا هشيم حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. شوف شوف الحديث، إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، يعني ما كان مرتبط بعقد النكاح. فجعله الإمام أحمد بن حنبل مطلق شرط،
وجعله الشافعية أي الشرط الذي يوافق الشرع. ليه؟ لأن حديث بريرة، أنتوا عارفين حديث بريرة اللي النبي قال إيه؟ ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. كل شرط ليس في كتاب الله هو إيه؟ هو هدر. فحديث بريرة اللي احنا قريناه قبل كده لو أنتوا فاكرينه. وبالتالي الشافعية قالوا إيه؟ يبقى ده شرط مخصوص وليس شرط مطلق. فهمت بقى مذهب الشافعية؟ فمذهب الشافعية في المسألة أرجح على أي حال. لكن مذهب إيه؟ الحنابلة أيضا وجه وجيه له وجهته. فهمت بقى المسألة؟ إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، هذا لفظ حديث أبي بكر وابن المثنى، غير أن ابن المثنى قال الشروط. إن أحق الشروط يعني جاب إيه؟ بالجمع مش بالإفراد. باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت. موافقة المرأة على الزواج إيه حكمها في الشرع؟ هل يجب انها تبقى موافقه ولا ممكن يزوجها الولي وهي مش موافقه؟ طب لو زوجها وهي مش موافقه ما حكم العقد؟ كل دي مسائل. فهمت؟ الثيب لابد ان توافق ولا يجوز اكراهها بحال على العقد. الثيب لا يجوز إكراهها بحال، وموافقتها لابد بالنطق بالتصريح كمان. شوف قد إيه. طيب والبكر؟ البكر نوعان، البكر اللي لم يسبق لها الزواج، إن كانت صغيرة لا تدرك مصلحتها فللولي إجبارها، بس بشرط أن يكون الولي أب وإن علا، يعني أب أو جد، ما ينفعش يبقى أخ يجبرها، ما ينفعش عم يجبرها. فهمت ازاي؟ يبقى ولاية الإجبار للأب وإن علا، الأب والجد لكمال الشفقة. فهمت بقى ازاي؟ كمال شفقتي يمنعه أن يجبرها على شيء يضرها. فهمت بقى المسألة؟ يبقى ولاية الإجبار تكون للبكر الصغيرة وتكون خاصة للأب وإن علا، ولا تنسحب لعم ولا لأخ ولا لأي مخلوق آخر ولا حتى للحاكم. واضح؟ طب ليه خلها؟ لأن لما يبقى فيها إجبار قد يكون فيها شميمة ظلم، فلما يبقى صادر من الأب والجد لكمال شفقتهم يمنعهم عن الظلم، يبقى تمشي لمين؟ للصغيرة، البكر الصغيرة. طب لو كانت البكر كبيرة رشيدة يبقى يستأذنها استحبابا ولا وجوبا؟ وجهان. وأنا أرى الآن إن الوجوب أولى ليه؟ حتى تدوم العشرة. لأن لو ممكن لو خدنا بالاستحباب ويجي يجبرها مش هتدوم العشرة، هتروح تعامل زوجها بطريقة وحشة هينتهي بالطلاق، فيبقى أنت كده جنيت على ابنتك، فلا بد انك انت تراعي موافقتها. طب وموافقة البكر يكون بصماتها بالسكوت مش شرط بالتصريح. ليه؟ لان البكر يغلب عليه الحياء فيمكن تستحي ان تنطق، لكن السكوت علامة الرضا. فهمت بقى ازاي؟ السكوت علامة الرضا. ولاية الأب والجد، ولاية الإجبار، بتتكلم على ولاية الإجبار؟ أيوه. للصغيرة مفيش خلاف عند كل الفقهاء. ولاية الإجبار. يعني هيجوز بنته عندها 3 سنين، 10 سنين. يجوز في الإسلام أن يزوجها في أي سن. لكن الدخول بها لما تكبر. لكن العقد تم. فهمت إزاي؟ لكن الدخول لما تكبر براحتها بعد كده. لكن تم العقد. يعني الزواج كعقد غير كدخول. الزواج كعقد ممكن يتم في أي سن، لكن الوقت الحكام نظموها قال لك مش أقل من 16 سنة، خلاص نبقى من 16. لكن قبل تنظيم الحاكم الشرع أوسع من تنظيم الحاكم. الشرع يجيز أن الرجل
بولاية الإجبار يزوج ابنته الصغيرة اللي عندها 3 سنين واربع سنين وخمس سنين، وإن شاء الله في اللفة وهي بترضع، وبعدين لما تكبر ويبقى عندها 16 سنة يبقى يتم الدخول، بس اسمها زوجة. فهم؟ يجوز الشرع يجيز هذا، لكن القانون لا يجيز هذا الآن بسبب سوء استخدام هذا الحق أيضا. فهمت ازاي؟ سوء استخدام هذا الحق. يبقى الشرع واسع ليه؟ لأنه بيكلم ناس عقلاء عندهم رشد، فلما قل عقل الناس وقلت ديانة الناس استخدموا الحقوق الشرعية بطريقة خطأ بنى عليها مظالم، فجاء الحكام قيدوا بقى هذه الأمور. فهمت بقى المسألة؟ فتقييد الحكام أمر برضه مناسب للعصر. ليه؟ لأن أصبح الناس عقولها الآن ما بتعرفش مصلحتها كويس، وقد يضر ابنته لو زوجها وهي صغيرة. فهمت ازاي؟ لكن كان زمان بيضطروا يعملوا كده ساعات أحيانا. ليه؟ لأنه قد يسافر ويخرج للجهاد في سبيل الله ويترك بنته صغيرة ويمكن ما يرجعش، هو خايف لحسن البنت دي لما تكبر تتزوج واحد غير كفء للعيلة. فهمت ازاي؟ تتجوز واحد غير كفء، وكل أسرة لها مستواها الاجتماعي. يقوم يعمل ايه قبل ما يسافر للغزو الجهاد؟ يروح مزوج بنته لابن اخوه، وهم العيال الاتنين كده صغيرين بيروح الحضانة مع بعض. فهمت ازاي؟ علشان يبقى اطمأن ان ابنته لو مات في الحرب ان ابنته لما تكبر هتلاقي لها زوج كفء. فهمت؟ كانوا ساعات يضطروا لهذا علشان طبيعة الحياة بتحتاج منهم هذا. فهمت ازاي؟ الوقت اصبح هذا السلوك قد يؤدي الى مفاسد ومظالم، لانه يمكن لما تكبر تلاقي نفسها مش عايزة تتجوز ده، تقوم بعد ما تكبر تعامله معاملة سيئة، تبقى مطلقة وهي لسه عندها 15 سنة. فهمت بقى المسألة؟ فلما تغير الزمان، لما يتغير الزمان نختار الحكم المناسب، والشرع يجيز هذا ويجيز هذا ويجيز هذا. فهمت بقى المسألة؟ فما فيش داعي بقى في مجلس الشعب زي زمان يقول لك عايزين نعمل سن الزواج 9 سنين، ويقعدوا بقى عيال جهلة مش فاهمة الشرع. طب واللي عنده 9 سنين في الزمن بتاعنا زي اللي عنده 9 سنين أيام النبي؟ ده سيدنا أسامة بن زيد كان قائد جيش وعنده 16 سنة، هات أنت واحد عنده 16 سنة الوقت تلاقيه تافه، لا يصلح أن يقود حتى 3، مش يقود جيش. فهمت بقى ازاي؟ يبقى كان النمو العقلي والنضج العقلي والخبرة أيام النبي في السن تختلف عن الزمن بتاعنا ده. وبالتالي ما ينفعش أخد السن وأحطه دون مراعاة تغير الخلق، والنبي يقول ما زال الخلق في تناقص إلى أن تقوم الساعة. يعني نقص في الخبرة ونقص في الديانة ونقص في العقل ونقص في كل حاجة. يقول ما زال الخلق في تناقص إلى أن تقوم الساعة. يبقى أنت ما تقدرش بعد 1400 سنة تقيس نفسك بالسن زي واحد في سنك من الصحابة. لا، كان في سنك من الصحابة قدك بعشرين 30 مرة إدراك وتدين وفهم. شوف قد إيه. يقول لك بس احنا عندنا معلومات كتير. دي معلومات حاجة والنضج حاجة تانية. إنك تبقى ناضج في التعامل مع الحياة دي حاجة تانية. أنت عندك معلومات كتير أنا معاك. بس دي ثقافة. واخد بالك إزاي؟ لكن النضج في التعامل مع الأشياء دي مش مسألة تانية. وبالتالي ما ينفعش لما قعدوا العيال في مجلس الشورى ومجلس الشعب اللي فات وعايزين يصمموا يعملوا قانون بجواز تزويج المرأة وهي في سن 9 سنين، على إن ابن النبي دخل في السرية عائشة عندها 9 سنين. هو المرأة أيام النبي لما عندها 9 سنين زي المرأة وهي عندها 9 سنين في زماننا ده بعد 1400 سنة؟ دلوقتي 9 سنين في زماننا ده بتبقى مسخوطة كده عيلة. لكن أيام النبي كانت بيئة حارة، والبيئة الحارة النضج فيه يكون سريع، لأن الأعمال الفسيولوجية في الجسم سريع في البيئة الحارة، درجة إن الحيض في البيئات الحارة بيجي في سن 9 سنين، وفي البيئة الباردة زي أوروبا في سن 14 و15 سنة. يبقى بتختلف. بالإضافة لأن زمان من 1400 سنة كان الإنسان ينضج عقلا وجسدا أسرع من الآن، غذاء سليم وما فيهوش هندسة وراثية ولا فيه مبيدات حشرية ولا في اي حاجه، بياكلوا كويس ينضجوا يبقى عندهم نضج، نضج جسدي ونضج عقلي سريع. تقوم انت تروح ساحب الحكم ده من وتنسى ان في فرق في 400 سنه وتقول لي نعملها قانون؟
يبقى غبي. اللي بيعمل كده ده بني ادم غبي. ليه؟ لم يراعي التغيرات دي كلها. فهمت ازاي؟ وبالتالي احنا ايه، لما يجي الحاكم يقول لك خليه 16 سنه نقول له حاضر. بعد 20 سنه كده لما نلاقي الحاكم كمان ان ال 16 سنه دي بان عليها مشاكل يقول لك لا مش اقل من 20 سنه بقى. اقل من 20 سنه المراه مش هتتجوز. لانه لقى نسب الطلاق زادت في اللي اتجوزوا عندهم 16 سنه. وبالتالي ما عندهاش قدره على حمايه بيتها وعلى مراعاه زوجها، الرعايه التي تديم العشره. فهمت ازاي؟ كل ده يبيحه الاسلام على فكره. هذا ديننا واسع، مش ديننا نقف على ارقام زي العيال السلفيه لما كرهوا الناس في الدين. فهمت بقى المساله؟ فلازم نكون عندنا نضج مختلف. ده انت احنا هو في حوض النيل بس. هات المراه في وجه بحري وهات لي امراه في السودان في نفس السن، تلاقي دي نضجها مختلف عن نضج دي. ليه؟ لان طبيعه الجو يختلف. فهمت ازاي؟ الحرارة بتخلي المرأة تنضج أسرع. أنت ما تحط الطبيخ على حرارة عالية ينضج أسرع من لو حطيته على حرارة واطية. وبالتالي إحنا نفسنا جسمنا بيتأثر بالحرارة اللي بننشأ فيها. فهمت بقى المسألة؟ وبالتالي ما ينفعش إن أنا آخد قوانين الزواج في السودان أعملها في إيطاليا. ولا ينفع أعملها في أوروبا. فهمت ازاي؟ ليه؟ الطبائع تختلف. وطبائع الشعوب. عشان كده النبي الامام الشافعي من قواعد مذهبي ايه؟ العاده محكمه. شفت من قواعد مذهب الامام الشافعي العاده محكمه. لازم ننظر لعادات الناس وسلوكيات الناس وتغير الاعراف. وبعد كده نقول الشرع الشريف. مش زي العيال الجهله كل ما يقرا لك كلمه في الكتاب عايز يعملها دلوقتي. مش لازم تشوف الزمن. باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت. وعن ابي قال حدثني عبيد الله ابن عمر عن ميسرة القواريري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى بن ابي كثير قال حدثنا ابو سلمة قال حدثنا ابو هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الايم حتى تستأمر. الايم اللي هي سبق لها الزواج اللي هي الثيب. ولا تنكح البكر التي لم يسبق لها زواج حتى تستأذن. يبقى الأولانية تستأمر والثانية تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ إذن البكر يعني أن تسكت. قال أن تسكت. وعن أبي قال وعشان كده المصريين عندهم إيه؟ عندهم مثل يقول لك إيه؟ السكوت علامة الرضا. جايبينهم الحديث ده. السكوت علامة الرضا. علشان كده حتى في الاحكام الشرعيه ان ترك طلب الحق دليل على الموافقه على التنازل عنه. السكوت عن طلب الحق دليل على انك تنازلت في الشفعه. عارف انت الشفعه؟ حق قهري للشريك القديم على الشريك الحادث بنفس العوض. احنا شرحناها قبل كده الشفعه. يعني لما نبقى احنا شركاء في المشاع وبعدين احد الشركاء راح بايع لواحد اجنبي مش من احد الشركاء ودخله عليهم. للشركاء القدماء دول ان هم يشتروا مكان الاجنبي ده بنفس ما دفع عشان ما يدخلوش واحد غريب عليهم بحق الشفعة. فهمت ازاي؟ طب افرض ان انا بعت نصيبي لواحد اجنبي ودخل على الشركاء وعرفوا وسكتوا. يبقى السكوت علامة الرضا، يسقط حقهم في الشفعة. فهمت ازاي؟ يسقط حقهم في الشغل، ما ينفعش يجي طالب بعد كده، أنا مسكت. فهمت؟ ما يجيليش بعد ثلاث أربع سنين يرفع إيه؟ قضية إن هو عايز ياخد إيه؟ يشتري بنفس ما اشترى بالشفعة، يقول له طب أنت كنت فين من ثلاث سنين؟ كونك سكت دليل إنك أنت تنازلت عن حقك. يبقى السكوت علامة الرضا. فهمت بقى؟ وعليها أحكام كتيرة وفروع فقهية كتيرة. وعن أبي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا الحجاج بن ابي عثمان حا قال وحدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن الاوزاعي حا قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان حا قال وحدثني عمرو الناقد ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر حا
قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية كلهم عن يحيى بن ابي كثير بمثل معنى حديث هشام واسناده، واتفق لفظ حديث هشام وشيبان ومعاوية بن سلام في هذا الحديث. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن ابن جريج حا قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن رافع جميعا عن عبد الرزاق واللفظ لابن رافع. قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال سمعت ابن ابي مليكة يقول قال ذكوان مولى عائشة سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها اهلها اتستأمر ام لا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم تستأمر. فقالت عائشة فقلت لها له فانها تستحي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك اذنها اذا هي سكتت. وعن ابي قال حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك حا قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لمالك حدثك عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الايم احق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها واذنها صماتها. قال نعم. وعن ابي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل أنه سمع نافع بن جبير يخبر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها. أحق بنفسها من وليها يعني مش تعقد لنفسها العقد، يعني في اختيار الزوج، الأحقية هنا في اختيار الزوج. فإن اختارت لنفسها زوجا كفئا واختار الولي ألا يزوجها إياه تعنتا لها أن ترفع أمرها للقاضي فيزوجها عليه وتسقط ولايته لعدم أمانته. واضح؟ أما إن أرادت أن تتزوج بغير كفء ومنعها الولي فالحكم يقف مع الولي. فهمت بقى إزاي؟ يعني لو امتنع الولي أن يزوجها بالكفء من حقها أن تسقط ولايته ويقوم الحاكم بمقامه. واضح؟ وإن رغبت هي أن تتزوج بغير كفء ومنعها الولي يمشي مع الولي، لأن الكفاءة من حق الزوجة فلا تتنازل عنها، ومن حق أسرتها، فإن تنازلت هي عن حقها فلا تتنازل الأسرة. الأسرة ليها مستوى اجتماعي معين، فما ينفعش أننا نزوج بنتنا إلا الواحد من مستوانا. هي قابلة ان انت تتزوج من دون المستوى، يبقى حق الاسرة، يقوم الشرع يقف مع حق الاسرة. فهمت بقى ازاي؟ يبقى لابد ان تراعى الكفاءة ايضا. فان اراد الولي ان يزوجها بغير كفء تسقط ولايته لعدم امانته وخسة طبعه. فهمت بقى ازاي؟ وعن ابي قال وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بهذا الاسناد وقال الثيب احق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها ابوها في نفسها واذنها صماتها، وربما قال وصمتها اقرارها. ونقف على باب تزويج الابي البكرة الصغيرة غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك وامداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.